وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأستاذ في جامعة فيلادلفيا الدكتور ماجد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك دكتور. كل الاحترام، حيا الله. حياك الله. الملك الأردني عبد الله الثاني يقول إن بلاده أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة أو الدخول في المجهول. كيف تقرؤون هذه التصريحات؟ هذه تصريحات حقيقية. نعم. للواقع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي يواجه الشعب العربي الأردني. الواقع أن الأردن عليها ديون تزيد عن 35 مليار دولار، وأن الناتج القومي الوطني السنوي الأردني لا يسي بسداد فوائد هذه الديون. ثم أن تقليص المساعدات العربية وخاصة الخليجية منها، وتحديدا السعودية والإمارات، هذه أدت إلى وجود نوع من الأزمة الاقتصادية. ثم أن مطالبات صندوق النقد الدولي للحكومة الحالية، للحكومة التي أقيلت اليوم، بشأن توفير جباية ملياري دولار أمريكي خلال فترة سنتين 2017-2019 من جيوب الأردنيين، هذه الأزمات، ثم رفع أسعار مواد غذائية أساسية بنسبة 100% في مطلع العام الحالي كالخبز مثلا، وهذه تؤدت إلى خروج الأكثرية الصامتة من الأردنيين التي تخرج للمرة الأولى في تاريخ الأردن. هذه الأكثرية الصامتة الآن هي إلى ظهرها تستند إلى الجدار الأخير، فلم تجد إلا أن ترفض كل هذه مشاريع القوانين. طيب، بعد الاستصدار الأمر الملكي بتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، هل يمكن القول أن بعض مشاكل الأردنيين الاقتصادية في طريقها للحل؟ من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، إلا إذا صرح رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل أولا، وتغيير السياسة الاقتصادية الأردنية الثالث المفعول جملة وتفصيلا، لأن الآن النقابات المهنية تقود الشارع الأردني من الجنوب إلى الشمال، وهذا الشارع يوم الأربعاء القادم سيخرج في المطالبة أيضا بحل البرلمان الأردني، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية للأسف الشديد تحالفتا أو تقاطعتا على رفض مطالب الشعب العربي الأردني. ولهذا من المبكر جدا القول أن الحكومة الجديدة سوف تحل أي مشكلة رئيسة تواجه الشعب الأردني. هل لديكم أي تسريبات عن الأسماء التي ستحمل الحقائب الوزارية في حكومة عمر الرزاز؟ قد لا، ليس أسماء محددة، لكن قد يكون أغلبية أعضاء الحكومة السابقة سيكونون في مكانهم، لأن الإقالة لم تتم للحكومة، إنما تمت لشخصها الذي عاند التيار الشعبي والذي صدر عنه تصريحات مضادة لمطالب الشعب العربي الأردني، وكان جامدا وغير مرن في موضوع المطالبات الشعبية التي هي استهتاء تفوق قيمتها القانونية قرارات مجلس الأمة. هل تعتقدون أن الدول العربية ستقف إلى جانب الشعب الأردني وتقديم مساعدات لهم لاجتياز هذه الأزمة التي تلم بالبلاد؟ يعني صعب، أيضا ذلك صعب، لأن الدول التي تقدم مساعدات لها اشتراطات سياسية، وهي دول يعني تطالب باصطفاف أردني واضح ومتميز وله لون واحد مما يتعلق بصفقة القرن والقدس وحل القضية الفلسطينية وفق المصلحة الأمريكية الترامبية الحالية. البعض وخصوصا الناقدون يقولون أن الحكومة السابقة التي كان يرأسها هاني الملقي كانت تحوي بعض مستويات الفساد الإداري. الحكومة الجديدة هل ستأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وتقدم رؤى لكبح جماح هذا الفساد أم لا؟ نعم، يتوقع ذلك انطلاقا من شخصية رئيسها الجديد الدكتور الرزاز، وهو شخصية اقتصادية وسياسية وفكريه متميزه، وهو ابن احد اهم المفكرين العرب القوميين العرب الاستاذ المرحوم منيف الرزاز. نعم، يتوقع ذلك ويتوقع صرامه في مساله المراقبه الاقتصاديه وحسن التنفيذ. نعم، كان معنا الاستاذ في جامعه فيلادلفيا الدكتور ماجد الزبيدي، شكرا جزيلا لك.